علبة أقلام المكتب. مرحبا بكم شباب المستقبل، كيف حالكم؟ أرجو أن تكونوا بخير. مستعدون لتعلم صنع علبة أقلام جميلة لمكتبكم؟ هيا بنا نبدأ. علينا أولا أن نحضر أدوات عدة، وهي مقص، علبة أسطوانية، أطباق فوم لامعة، كرات صوف، مشرف، مسطرة، قماش براق، شريط ملون، قلم أسود، ولاصق حراري. ويلا هوب، تعالوا لنبدأ بصناعة علبة وحيد القرن. نحضر أولاً علبة أسطوانية طويلة ونقصها باستعمال المشرط هكذا. الجزء الكبير من العلبة جانباً ونقص الجزء الباقي 3 قطع متساوية. الآن نقص من طبق الفوم الأبيض مستطيلاً بقياس العلبة ونضع قليلاً من اللاصق الحراري عليه، ثم نلصقه هكذا. نثبت الآن الطرف الآخر من طبق الفوم على العلبة هكذا. نحضر الآن القماش البراق ونقص مستطيلاً بقياس محيط هذه العلبة. نضع قليلاً من اللاصق على العلبة ونلف القماش عليه. ثم نثبته من الطرف الآخر. طبق الفوم اللامع الذهبي ونقص منه قرناً لوحيد القرن هكذا. نضع قليلاً من اللاصق الحراري على طرف القرن السفلي ونلصقه على وجه العلبة الداخلي هكذا. تعالوا أصدقائي لنصنع بعض الزهور للزينة. نقص دائرة من الفوم الزهري ثم نرسم عليها هكذا. نقص الآن الخط الذي رسمناه. نلف قطعة الفوم التي حصلنا عليها هكذا. الآن نضع قليلاً من اللاصق الحراري ونثبتها لنحصل على هذه الزهرة الجميلة. نصنع مزيداً من الزهور بالطريقة نفسها بألوان مختلفة. ما أجملها! نضع الزهور جانباً، نحضر طبق الفوم الأخضر لنصنع أوراقاً للأزهار. نقص من الفوم اللامع الزهري زهرة صغيرة، ثم نلصق عليها باستعمال اللاصق الحراري كرة ملونة. تعالوا لنزين مقلمتنا بهذه الزهور الجميلة. نضع قليلاً من اللاصق الحراري على العلبة ونلصق أولاً الورقة الخضراء، نلصق الزهرة هكذا ونزين العلبة ببقية الأزهار.
باستعمال القلم الأسود عينين لوحيد القرن الجميل على هذا النحو. نضع مقلمتنا جانباً ونحضر القطع الصغيرة التي قصصناها من العلبة الأسطوانية في البداية، ثم نقص من الفوم الأبيض دائرتين بقطر القطع نفسه. نضع اللاصق الحراري على محيط دائرة الفوم على هذا النحو. نلصق القطعة الدائرية فوقها هكذا، ونكرر الأمر نفسه على القطعة الأخرى. الآن طبق الفوم اللامع الزهري ونقص شريطاً أسطوانياً بقياس محيط العلبة الصغيرة نفسه. نضع قليلاً من اللاصق على العلبة ونلصق الشريط اللامع عليها هكذا. ثم نثبتها من الطرف الآخر هكذا. الآن من الفوم الأبيض قطعة أسطوانية أيضاً بالقياس نفسه ونلصقها بالطريقة نفسها. ثم نحضر شريطاً ملوناً ونقص قطعة منه لتزيين العلبة الصغيرة. على العلبة هكذا ونربطه بشكل عقدة صغيرة بهذا الشكل. نقص الأطراف الزائدة من الشريط هكذا ونلصق زهرة صغيرة عليها باستعمال اللاصق الحراري. الآن لنلصق العلب معا. نضع قليلا من اللاصق الحراري على العلبة الصغيرة ونلصقها على العلبة الكبيرة هكذا، ثم بالطريقة نفسها نلصق العلبة الصغيرة الأخرى. صنع علبة وحيد القرن الجميلة. ما رأيكم أن نصنع علبة أقلام بشكل باتمان الآن؟ نحضر علبة أسطوانية ثم نقص من طبق الفوم مستطيلا بقياس العلبة نفسه. نضع اللاصق الحراري على العلبة ونلف المستطيل عليها بهذا الشكل. نثبت طبق الفوم من الجهة الأخرى هكذا. ثم نرسم الآن قناع باتمان على طبق الفوم الأسود. قليلاً من اللاصق على العلبة لتثبيت القناع. ثم نلصقه من الجهة الأخرى.
لنرسم أذني باتمان على طبق الفوم الأسود. نقص شكل الأذنين هكذا، ثم نرسم عيني باتمان هكذا على طبق الفوم الأبيض. نقص شكل العينين. نلصق القطع باستعمال اللاصق الحراري على العلبة هكذا. لنرسم له بعض الملامح باستعمال القلم الأسود. ها قد انتهينا من صنع علب أقلام المكتب الجميلة. يمكنكم الآن وضع أقلامكم وأدواتكم المكتبية داخلها. أن تكونوا قد استمتعتم بوقتكم اليوم. لا تنسوا أصدقاء سبيستون الضغط على زر الاشتراك وأن تشاركونا في صور ما صنعتموه من علب لأقلامكم على مواقع التواصل الاجتماعي. ألقاكم في حلقات جديدة إن شاء الله. مع السلامة.